الحين احنا تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وهذا هدفنا اليوم، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يعني اعلن عن جامعة محمد بن زايد الذكاء الاصطناعي، وهذه رؤية جميلة ورؤية حكيمة جدا ان 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 هذا اللي بيحصل مستقبلا او هذا اللي احنا ماشيين عليه وبيكون هو صاحب السياق او القيادة مستقبلا. وجود جامعة نفس هذه في دولة الامارات خصوصا في امارة ابو ظبي، شو تعني لواحد صاحب اختصاص مثلك موجود جانا من أكسفورد والآن هو موجود حاليا في جامعة محمد بن زايد عشان يوصل كل المعلومات والبيانات هذه ويطلع جيل جديد مختلف تماما بتفكير تقني جميل جدا أو تفكير بالذكاء الاصطناعي؟ خبرنا شو اللي تشوفه كدكتور، يعني إن هل فعلا الذكاء الاصطناعي هو اللي بيسود العالم مستقبلا؟ أول شيء للتعليق على النقطة الأولى اللي رفعت حكيت عنها، إنه هو الرائع في دولة الإمارات اللي هي النظرة الثاقبة، النظرة المستقبلية، النظرة اللي تطلع مش سنة وسنتين، تطلع مئات السنين. فمثلا تكوين أول جامعة في العالم في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي في الإمارات، هذا بحد ذاته شيء رائع. عندك كمان أول وزارة في العالم في الذكاء الاصطناعي طلعت من الإمارات. ليش؟ لأنه القادة هون بنظرتهم المستقبلية وجدوا أنه هذا هو المستقبل، لازم أنا أطور الأجيال. فوجود جامعة تطور الأجيال هذا شيء رائع وهذا جميل. شيء مهم. أنت ما تستطيع أنك تعمل شيء بأنك بس تأخذ التكنولوجيا من مكان آخر، أنت لازم تصير مطور للتكنولوجيا. وهذا صحيح. من أهم الأشياء اللي تعملها أنك بدك ناس تفهم في موضوع الذكاء الصناعي، وهذا نبع عنه وجود جامعة محمد بن زايد الذكاء الصناعي في تكون أول جامعة في هذا التخصص. السؤال الثاني اللي هو موضوع اللي يعني أنا كإنسان، أنا عملت فترة طويلة في أكسفورد، ولما أجيت أقرر أني أغير تخصصي بالضبط كان عندي خيارات مختلفة، خصوصا أن أكسفورد جامعة عريقة يعني كان عندي خيارات مختلفة. فمنها أنه كلمت أحد الزملاء حكوا يعني سمعت أنه في جامعة حديثة راح تكون محمد بن زايد الذكاء الصناعي كاسم فقط، أنها تحمل رئيس الدولة حفظ الله طول بعمره. نعم هذا بحد ذاته يعني شيء مشجع، لأنه بتعرف أنه الدعم يأتي من رأس السلطة، بمعناته أنه راح يكون في مستقبل كبير صحيح. بإذن الله تعالى صحيح. هذا الشيء. والشغل الثاني هو موضوع الذكاء الصناعي بحد ذاته، يعني أنا في أكسفورد ما في شيء اسمه حتى قسم للذكاء الصناعي، ما في تخصص فردي، يعني كيف في عندك تخصص هندسة كهرباء مثلا، ما في تخصص اسمه تخصص الذكاء الصناعي، هو تدرس كمواد ضمن تخصصات مختلفة اللي هي البروغرامينج والكودينج والأشياء صحيح. فلما يكون عندك أنت جامعة تدرس ذاك في مساراتها، ونحن نحكي عن مسارات كمان شوي، بمساراتها المختلفة، هذا بحد ذاته كان يعني شيء مشجع بشكل كبير إلي، لأني أنا أقرر أنه أنا وزوجتي وأولادي ننتقل من أكسفورد نيجي على الإمارات، لأنه شفت المستقبلي رح يكون أفضل هون.